مين اللي قال ان استراليا مش معترفه؟ اذا كان اول احتفاليه ضخمه بالحرب العالميه الاولى عملوا دعوه لمصر، يعني فده مش معناه ان لا، بالعكس استراليا كان بدايه الحرب وبدايه خروجها للحرب كان وجودها في مصر. احنا شفنا في فيلم هم موجودين في سفح الهرم وفي المعادي وفي المستشفيات في هليوبلس. فبالتالي مصر بالنسبه لاستراليا من الركيزة الأولى لبداية التدريبات والتجهيز للحرب العالمية الأولى، ثم الدفاع عن قناة السويس مع الجيش إلى جوار الجيش المصري. وكانت الحرب هي حقيقة هي حرب ضد الإرهاب، لكنها سميت كمان حرب من أجل الحضارة، لأن تغيرت فيها إمبراطوريات سقطت وظهرت أشكال جديدة للدول العالم. على فكرة كل العالم تغير إلا مصر، حدود مصر ما زالت بالسنتي والملي هو لم يتغير. يعني فرنسا تغيرت، بلجيكا تغيرت، استراليا تغيرت، النمسا، الدنيا كلها تغيرت، لم تتغير مصر في حدودها. حضرتك يعني بحثت اكثر من 15 عام بالظبط، يعني هذه الرحله يعني كلمنا عن اهم ما فيها. كانت الحاجة الشيقة جدا اللي في الرحلة دي هي البحث عن رفات أجدادنا اللي استشهدوا في العديد من المقابر الكومنولث العسكرية اللي موجودة. وكان لازم أعمل خريطة عليها الخنادق اللي اتحفرت، واخد الخريطة الحديثة وسقط الخريطة دي فوق الخريطة دي زي ما كنت بحكي كده، علشان أقدر أمشي على خط السير هذا وأصل إلى الخط مواقع شهدائنا في العالم كله فين. بعد ايام قليله سيرفع عن مصر بالظبط. يعني نوع الدعم اللي اتقدم، يعني هل كان هناك دعم من قبل الدوله؟ طبعا انا مسافر رئاسه الجمهوريه، انا من قام تحمل تكاليف هذا السفر هي رئاسه الجمهوريه، ووجهت شكري الكامل للرئاسه لايقانها الكامل باهميه شعب مصر. انا مواطن مصر، وايقانها الكامل بالسياسه الناعمه اللي تقول للعالم كله ان مصر عظيمة في الماضي وفي الحاضر، وحربها كان ضد الارهاب في الماضي وفي الحاضر. دكتور اخر حاجة بس، دور مصر في الحرب العالمية الثانية، دور مصر ده اهم. انا قلت لك وده واضح طبعا، كانت تحتضن الجيوش كلها، لكن تحولت الحرب من دفاع الى هجوم في مصر، فكانت سبب انتصار العالم كله بنصر قناة السويس اللي حققه الجيش المصري.